إذن مشاهدينا، من يومين ونادي النصر السعودي خاطف أنظار العالم ومسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي في كل العالم، والسبب تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفقة وصفت بتاريخية، خصوصا أنه رونالدو بيمتلك إمكانيات رياضية واقتصادية كبيرة جدا. تقارير إعلامية كثيرة حكت أنه النصر كسب أفضل رياضي من الناحية التسويقية في عام 2022، وما ننسى أنه حاصل على الكرة الذهبية 5 مرات، وأنه أول شخص في العالم يصل إلى 500 مليون متابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأشياء كثيرة بتميزه بصراحة وما في حدا بيقدر يتجاهلها. أكثر من هيك كمان، مجلة فوربس كشفت أنه الدولي البرتغالي صار أول رياضي في لعبة جماعية بيتخطى $1 مليار من أرباحه خلال مسيرته المهنية. وإذا بنرجع بالتاريخ لورا شوي، بس لنوضح الموضوع أكثر، وقت عودة رونالدو للنادي الإنجليزي مانشستر يونايتد ارتفع سهم النادي بنسبة 8%، وزادت القيمة السوقية بمقدار 212 مليون جنيه استرليني. وب 2018 كمان، وقت ما وقع مع يوفنتوس، سجلت الإيرادات التجارية أعلى معدل نمو على أساس سنوي بنسبة 30%. كلها يا جماعة أرقام جعلت رونالدو لاعب نادي النصر السعودي يصنف على أنه أكثر الرياضيين قابلية للتسويق في العالم لعام 2022، متقدماً على أسطورة التنس سيرينا ويليامز في قائمة ضمت 50 رياضي بحسب سبورتس برو. وبعد إعلان تعاقد رونالدو مع النادي السعودي بدقائق قليلة، شهدت حسابات نادي النصر السعودي على منصات التواصل الاجتماعي زلزال وقفزات هائلة غير مسبوقة في أعداد المتابعين، بحيث ارتفع عدد المتابعين في حسابه على منصة إنستغرام ليصل إلى أكثر من 5.5 مليون متابع خلال أقل من يوم. وبلغ عدد عمليات الإعجاب على بوست الإعلان المنشور في منصة إنستغرام أكثر من 30 مليون إعجاب، وهو رقم كبير وغير معتاد. وعلى منصة تويتر كمان حصدت تغريدة الإعلان تفاعل كبير على حساب نادي النصر، لدرجة شاهدها أكثر من 60 مليون مغرد، وحصلت على أكثر من 350 ألف إعجاب وأكثر من 120 ألف ريتويت وأكثر من 53 ألف منشن. الموضوع بيستاهل صراحة، خصوصا واللي ما فينا أبدا 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 إنه ننسى إنه العربية انفردت بالخبر قبل الإعلان الرسمي، وقرب الخبر يحصل على نحو 1 مليون مشاهدة على حساب العربية، 2 مليوني مشاهدة على حساب العربية عاجل. إذن هذا الخبر بالفعل حصد اللي إحنا انفردنا فيه، يعني في قناة العربية حصد على مشاهدات عالية زي ما ذكرنا، حوالي 2 مليوني مشاهدة. وبالأيام هذه لغة الأرقام بتأكد كل الأشياء، ومن شوي حكينا عن هذا الموضوع. فعلى مستوى تسويق وبيع قمصان الفريق، يملك رونالدو تأثير كبير كمان بهذا المجال، وهذا اللي صار فعلا بإقبال مش طبيعي على متاجر النصر للحصول على القميص. ومن المتوقع أن يسهم انتقال رونالدو إلى النصر بجذب كبرى الشركات الاقتصادية والتسويقية بهدف الإعلان عبر قميص النصر وملعبه. أما بخصوص انتقال رونالدو للرياض، فالمعلومات بتشير إلى أنه رح يكون في العاصمة الرياض مساء الثلاثاء بعد أقل من يومين. وبحسب التوقعات، فمباراة الشباب الجاية المقررة في 14 من شهر يناير رح تكون الأولى للنجم البرتغالي مع فريق النصر. هلا مشاهدينا، خلينا نشوف مع بعض جماهير النصر كيف احتفلوا بإعلان انضمام رونالدو لفارس نجد والعالمي كما تطلق عليه جماهيره. هنا العالم، 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 هنا العالم،
معنا الآن مشاهدينا في الاستوديو الزميل وحيد رزق المصري، رئيس تحرير أخبار الرياضة في قناة العربية. أهلا بك وحيد معنا. خبر كتير هائل، وكل هذا الزخم والهايب اللي صار على مواقع التواصل الاجتماعي، وشفنا قديش كمان جماهير النصر متحمسين وبيرحبوا برونالدو. كيف رح تكون تبعات انضمام رونالدو للنصر، مش بس على النادي ولكن على الكرة السعودية بشكل عام؟ طبعا سعيد بتواجدي معك في اول ايام العام الجديد. طبعا صفقة رونالدو بمثابة الزلزال، طبعا اكيد موجود كانت الانباء والاشاعات ومن عدة شهور انه رونالدو يفاوضه نادي سعودي، بعد اصبح الاسم هو نادي النصر، ثم تم التوقيع رسميا، والعربية انفردت في انه اعلنت الخبر قبل الصدور البيان الرسمي يوم الجمعة. التبعات ستكون هائلة، اقلها مثل ما شاهدنا في السوشيال ميديا، حساب نادي النصر قبل رونالدو على انستغرام 800 ألف تقريبا متابع، الآن قبل ما أدخل على الاستوديو 5.6 مليون. واو. يعني عم نتكلم على تقريبا 5 ملايين في 24 ساعة، رقم أبدا مش سهل في عالم السوشيال ميديا، والآن هذا بيعطي دافع وقوة وبيعطي إشارة إيجابية لإدارة نادي النصر وللقائمين على نادي النصر والرياضة السعودية أنه صفقة رابحة منذ الآن. من ناحية التأثير الجماهيري، من ناحية التأثير اللي راح يكون على وسائل التواصل الاجتماعي. النصر قبل صفقة رونالدو والآن بعد صفقة رونالدو أكيد يوجد برنامج من النصر، من المسؤولين في الرياضة السعودية، للاستفادة من وجود رونالدو في الملاعب السعودية. طبعاً رونالدو لسه غريبا، في اتجاهات كتير لهذه الاستفادة، ممكن تكون استفادة اقتصادية، استفادة رياضية وpublic relations كمان نفس الوقت. أكيد طبعاً رونالدو ليس غريب عن الملاعب السعودية، لعب هناك مع أندية سابقة، كان في مانشستر، شارك وتواجد في الأراضي السعودية، كان وجه إعلامي لبعض الشركات في السعودية سابقاً، لكن الآن وضع مختلف. أنت الآن رونالدو موجود عندك، وبحسب الاتفاق اللي تم بين النادي واللاعب سنرى كيف يتم الاستفادة منه. أهم نقطة طبعا في اللاعبين وعقودهم هي الإيمج رايتس، اللي هي حقوق الصورة. رونالدو كان دائما حريص في عقوده السابقة، وهذا واحد من أوجه الاختلاف اللي كانت بينه وبين ريال مدريد بحسب وسائل الإعلام سابقا، أنه هو يرغب بتكون حقوق الصورة كاملة له. ممكن احتفظ بنفس الحقوق مع النادي النصر، لكن الاستفادة ستكون بجوانب أخرى. نادي النصر الآن أكيد بالرؤية التجارية والرؤية اللي راح تكون عند إدارة النادي، إعادة التفاوض على عقود الرعاية. هذا أول بند طبعاً. أنت الآن لديك عندهم نجم عالمي، نجم عالمي، اهتمام إعلامي أكبر، الدوري نفسه، رابطة الدوري الآن ستجد إقبال إعلامي أكبر عالميا، طلب ملخصات المباريات في الفيديو، اعتمادات صحفيين لحضور المباريات. طبعا الآن عندنا مراحل، أول شيء وصول رونالدو للسعودية هيكون حدث، أول مؤتمر تقديم له في مقر النادي سيكون حدث آخر، كل هذا يمكن الاستفادة منه بعدة صور، أول تدريب، أول لقاء ممكن يتم بثه عبر قناة النادي الإعلامية أو قنواته الإعلامية، أي فيديوهات له في التدريبات، وبعد ذلك ستأتي إلى أول مباراة يخوضها مع الفريق. كل هذه محطات، كلها فرص تسويقية هائلة تماماً، رح تكون تماماً. ولكن ما شو بالنسبة للناحية المعنوية، أدي انضمام رونالدو لنادي سعودي مثل نادي النصر كيف رح تأثر معنويا على اللاعبين السعوديين بشكل عام، على مشجعي الكرة السعودية، وهل يمكن كمان تفتح باب لنجوم آخرين عالميين يجوا يلعبوا في السعودية؟ طبعا السعودية منذ قديم السنوات وهي وجهة للاعبين العالميين. رونالدو ليس أول اسم عالمي يصل ومعه الكرة الذهبية. رونالدو فائز بالكرة الذهبية سابقا، ستويشكوف البلغاري لعب في السعودية وبالذات في نادي النصر، وهو كان بعد 4 سنوات من حصوله على البالوندور الكرة الذهبية في عام 94-98 لعب مع نادي النصر. أنت الآن تمتلك فرصة لتسويق المسابقة، تسويق النادي والاستفادة من وجود هذا اللاعب. اللاعبين سيجدوا إلى جانبهم شخص ربما بعضهم كان يعتبره قدوة خلال بداياته في كرة القدم، البعض منهم يراقبه كان في الملاعب أو واجهه سابقا في مباريات ودية أو مع أندية أخرى. رونالدو يتميز بأنه لديه تفكير احترافي 100%، يعني تدريب والتزام بأوقات ونظام غذائي، كل هذا سيكون مدعاة إلى الآخرين حوله في النادي، نظر له والسير على خطواته والاقتداء به. يعني ليس اللاعب
اللي خلينا نقولها بصراحة اللي جاي في نهاية مسيرته خلاص بده يرتاح ويلعب ربع ساعة 10 دقائق. لا رونالدو يلعب 90 دقيقة. هذه واحدة من الأسباب اللي رغم طبعا أنه هو في سن متقدم بالنسبة لمقاييس كرة القدم تمام، لكن شخص وصل لهذه المرحلة من حياته، وكان الموسم الماضي أيضا هداف نادي مانشستر يونايتد رغم كل ما مر به الموسم الحالي، لكن اعتنى بنفسه جسديا ونفسيا وذهنيا للوصول إلى القمة والاستمرار فيها، وهما سيسعى الاستمرار فيه في نادي النصر أيضا. انطلاقا مما قلت قبل ما يدركنا الوقت، هل كمان انضمامه ممكن يفتح الباب للاعبين سعوديين إنهم يلعبوا يحترفوا ويلعبوا عالميا؟ موضوع مختلف. يعني اللاعب السعودي شاهدنا بعض التجارب لهم في أندية أوروبية، لكن الموضوع مختلف الآن. البرامج موجودة في السعودية للاعبين الناشئين، برامج إعداد اللاعبين، هناك برنامج تقوم وزارة الرياضة برعايته منذ بضع سنوات، وضع عدة لاعبين شباب في قارة أوروبا مع أندية مع أكاديميات. يعني هذا ننتظر نتائجه في المستقبل القريب، يعني ليس بمثل سهولة جلب لاعب لأجنبي، بناء يحتاج إلى سنوات، لكن الأكيد أن الكرة السعودية ستستفيد من وجود رونالدو ومن حضوره إلى السعودية أكثر من أي مبلغ مالي ممكن تم دفعه. أكيد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك وحيد رزق المصري، زميلنا طبعا رئيس تحرير أخبار الرياضة في العربية. شكرا.